لحضراتكم حاجة مهمة جدا. اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، الحلقة اللي فاتت تقريبا أنا طلعت وقلت لهم أنا بشكركم على الكابتن محمد فضل لما طلع مع الكابتن سيف زاهر اتكلموا وقال له إن احنا خلال الفترة القادمة عندنا رؤى لرجوع الدوري العام المصري والنشاط الرياضي في مصر، نشاط كرة القدم يعني في مصر. وقلنا كابتن فضل اتكلم على انه من الممكن ان يكون هناك خطط معينه ورؤيه مستقبليه معينه لهذا الامر واضحه، وطلع شرح هذه الرؤيه. وبالتالي انا شكرتهم وقلت لهم انا بشكركم جدا على هذا الامر على الرغم من ده شغلكم، ولكن في النهايه حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا. فوجئت الحقيقه بموضوع غريب جدا، وموضوع الحقيقه خلاني انا حتى قلت لهم لا انا هتكلم في الموضوع ده النهارده، لازم اتكلم فيه. كان في مزايده، كان في مزايده عرضت على معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي رفضها الحقيقه لانها مش وقتها، مش كلامها، يعني مش دلوقتي اجي اعمل كده. ايه هي المزايده دي؟ كان مطلوب او اللجنه الخماسيه طلبت من الوزير انه ان احنا عايزين خلال هذه الفتره ان احنا نغير شعار الدوري ونغير شكل الدوري ونغير مش والمزايده دي كانت تقريبا ب 4 مليون جنيه. فالوزير قال يا جماعه يعني هو ده وقته؟ هو ده وقته ان احنا ندفع فلوس او حد يجي يدفع فلوس في 4 مليون جنيه؟ فزعلت طبعا الناس في اللجنه الخماسيه، ولكن الغلابه اولى يا جماعه، الغلابه اولى دلوقتي. بصوا على النادي الاهلي بيعمل ايه، شوفوا النادي الاهلي بيعمل ايه، شوفوا كل اللاعب، بلاش النادي الاهلي عشان ما تقوليش انت في النادي الاهلي، شوفوا اللاعبين في مصر كلها وتحدي الخير اللي اتعمل، ولاعبين وممثلين وفنانين وكل حاجة. لكن حضرتك جاي في الوقت ده تقول أنا عايز أدفع 4 مليون جنيه عشان أغير شعار الدوري؟ هو حد هيبص لك ولا حد هيقول لك حاجة؟ دوري إيه اللي حضرتك عايز تغير شعاره؟ هو فين؟ مش لما ترجع الدوري. وبعدين حضرتك جاي مدة معينة. أعتقد إن حضرتك عارف كويس جدا إن أنت جاي علشان تمشي الامور او تسير الامور خلال المرحله القادمه وتسيرها في الامور الطبيعيه. خلي الموضوع ده يتم عرضه على الجمعيه العموميه، وعندما يتم عرضه على الجمعيه العموميه وتوافق عليه الجمعيه العموميه اعمل اللي انت عايزه، بس لما نبقى محتاجينه في الوقت. يعني خد بال حضراتكم، يعني ما ينفعش في توقيت معين ان انا ادخل قصه 4 مليون جنيه في هذا التوقيت. يعني هي كل المشاكل خلصت وتبقى ان انت تغير شعار الدوري؟ شعار الدوري هو اللوجو هو اللي مشكله دلوقتي؟ طب حاضر هنحلها ان شاء الله الفتره اللي جايه، بس حلوا لنا بقيه المشاكل يا جماعه. حاجه برضو غريبه بتحصل في المركز الاعلامي، مشيت 30 صحفي وجبت 22 عشان تجيب 22 صحفي. مش فاهمها انا، مش فاهم حضرتك برضو بتعمل كده ليه. حضرتك برضو موجود لتسيير الاعمال، ما هو اكيد لو مجلس اداره منتخب ما كنتش هقدر اتكلم مع حضرتك في هذا الامر، انا ما كنتش هقدر اتكلم مع حضرتك في هذا الامر، ولكن حضرتك جاي لتسيير الاعمال خلال الفتره القادمه. اي وبعد كده سيب موضوع المركز الاعلامي ده لمجلس اداره منتخب من جمعيته العموميه، سيب موضوع تغيير الشعار ده لمجلس إدارة منتخب من إطار جمعيته العمومية. وبعدين كل الكلام ده موجود في اللائحة، حضرتك بتحاول تنسف اللائحة ولا أنا مش فاهم؟ مرة الأجانب، مرة اللوجو، مرة المركز الإعلامي، مرة. أتمنى إن حضراتكم تمشوا في الاتجاه اللي انتوا ماشيين فيه. فضل الحقيقه عجبني جدا مع سيف اول امبارح او من كام يوم لما اتكلموا هذا الامر، لما اتكلموا في هذا الامر ان انا الفتره اللي جايه هنعمل كذا وهنعمل كذا، والانديه في تصور لعوده الدوري بالشكل الفلاني او بالشكل العلاني او كذا او كذا او كذا. لكن الامور الاخرى دي من فضل حضرتك سيبها لمجلس اداره منتخب من جمعيته العموميه هي اللي تختار، بدل ما تبص مثلا على مصير ايه كاس مصر مثلا، مثلا الدوري القسم الثاني والثالث والرابع هتعملوا ايه معاهم؟
بعدين يعني بدل ما حد فيكم يقعد مع رئيس نادي الترسانه وقلت له ما تعملش تضامن مع حد وما تعملش ازمه والدوري كده كده هنشوف هيحصل فيه ايه. هو ده اسمه كلام؟ ده شغل مصاطب وديات، حاجات وديه يعني. لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر، اتمنى ان حضرتك تفضل مركز في موضوع عوده النشاط الرياضي، لانه موضوع هام جدا جدا جدا، والكل يريد عوده هذا النشاط. وبعد كده نفكر بقى الجمعيه العموميه اللي من حقها ان هي تفكر. الشعار ده ملك ال 18 نادي او ملك كل الانديه، فما ينفعش حضرتك تغيره الا بموافقه ال 18 نادي. العمليه مش اي كلام، ده موجود في اللائحه، ده موجود ومكتوب في اللائحه، المواصفات المعينه للوجو. نتمنى ان شاء الله ان الامور تسير خلال الفتره القادمه في هذا الامر. كان قدامكم فرص تاريخيه كبيره جدا جدا وفرصه ذهبيه، ان احنا عندنا كوادر اداريه جديده، ولكن الفرصه اعتقد ان هي بتضيع. عندك فتره خلال الفتره اللي جايه، اتمنى ان يتم فيها الرد على كل. انا ما ببقاش زعلان لما حد يطلع يقول لي لا والله ده احنا اللوجو ده هنعمل فيه كذا والخطه المستقبليه بتاعته كذا، بس بنخلص مش هبقى زعلان، هطلع اقول زي ما حضراتكم ردتوا عليا مع سيف مثلا، ما عنديش مشكله، سيف اخويا او حبيبي وما عنديش اي مشكله، ما بقاش متضايق. انا يهمني النشاط الرياضي، يهمني عوده النشاط الرياضي، ما يهمنيش مين اللي عمل ايه. عايز حضرتك ترد هنا في القناه، افتح لك القناه كلها، الابواب كلها من بره لغايه هنا مفتوحه. فاتمنى ان شاء الله زي ما سقفنا لاتحاد كره القدم لما قلنا ان هو بيطبق الفار مثلا، الفي ار خلال الفتره السابقه، وان هو بيحاول ان يمرر الازمات بشكل صحيح خلال الفتره السابقه. لكن اذا كان هناك انتقاد انا اسف جدا، هطلع انتقد وهطلع اتكلم في مثل هذا الامر. عموما طبعا زي ما حضراتكم عارفين انا ماليش اي اغراض شخصيه في كل شيء، ولكن انا بتكلم كرساله اعلاميه تليق باسم النادي الاهلي وبقناه النادي الاهلي.